مشاهدي الو تي في، صباح الخير بهذه الحلقة الجديدة من حوار اليوم، وضيفي بالاستوديو الأستاذ سمير الحسن الكاتب السياسي. صباح الخير أستاذ صباح سمير. الخير. أستاذ سمير، بدي أبلش معك من ميني ترشيح سليمان فرنجية من بكركي. كيف قرأت كلام سليمان فرنجية بالأيام الماضية، وماذا بعد كل المواقف يلي صدرت عنه؟ بتوقع يعني هذه الخطوة ربما تأخرت، يعني كان في حكي من أسابيع أنه يبدأ بالإعلان. أنا بعتقد بدأت الآن المناخات يعني في إطار تسويقه بشكل فعلي جدي. لم يعد هناك من اعتراض أوروبي كبير، بالعكس بدأت هناك إيجابية. الموقف الخليجي أيضا تحسن، كان هناك رفض مطلق في البداية، الآن بدأت الأجواء هذا بناء على شو؟ تشيء على بناء على المعلومات معطى أو على معلومات أو على تحليل؟ شوف، كل المناخات تؤكد، يعني كان في السابق تحديدا المملكة العربية السعودية كانت ترفض بشكل كلي، الآن بدأت تناقش، بدأت تستمهل. بعتقد كل المؤشرات الآن تؤكد بأنه الأكثر حظا أو الأوفر حظا. بس عم تقولي تناقش وتستمهل، تناقش وتستمهل على موضوع سليمان فرنجي بالتحديد أو بالملف الرئاسي ككل؟ بعد اللقاء الأخير بين الفرنسوية والمملكة العربية السعودية، يلي قيل أنه ما كان إيجابي. إذا بدك تاخذ أنت الآن، التحاليل هي مادة يومية للاستهلاك، هو بالأساس، وأنا تحدثت أكثر من مرة أنه لم يبدأ الحوار الجدي، هذا الحكي من أسابيع وربما من أكثر من شهرين ثلاثة، في دائما استعجال، خاصة أن في بعض المحللين أو حتى بعض القوى السياسية تبني على المتغير الإقليمي الآن في إعادة ترتيب أوراق المنطقة، اللقاءات الثنائية الآن في سياق أو طور التطوير. أنا عم بحكي عن الثنائي، حتى الآن لم يتحول إلى ترميم عام، ممكن نشوفه بأيار بالقمة العربية ب19 أيار. نعم، كان واضح تماما الحماسة الفرنسية بالدرجة الأولى لملأ الشغور، بالدرجة الأولى كان في حماسة أنه لا يبقى هذا الموقع شاغر. المرونة أيضا، أو خليني أقول عدم الاعتراض الأمريكي، مع أنه في محلات ببين أنه لا، حتى الآن لم يحسم أمره، بس ولكن حتى الآن لا يوجد اعتراض. صار في نقاش مع أكثر من دولة عربية، مع أكثر من دولة، مش بس مع الخليج، مع قطر ومصر والدول المعنية بالشأن اللبناني، محاولات. الآن المعلومات تؤكد أنه بدأ الجو يتحسن وباتت الأمور أكثر إيجابية على الأقل. بس حضرتك عم تنقل جو لأول مرة بنسمعه بموضوع سليمان فرنجية. دائما دائما في بالتحليل بدك تاخذ جانب ما تهمله أبدا، اللي هو جزء من الأمنيات والرغبات. الواقع مختلف، يعني على سبيل المثال كان التوقع يعني عن بعض القوى السياسية أو عن بعض المحللين والإعلاميين لمجرد اللقاء السعودي الإيراني أنه تبدأ الانفراج اللبناني، التداعيات الإيجابية سريعا وكذا، وهذا ليس صحيح، لأنه حتى اليمن ملف معقد جدا، هناك أكثر من لاعب. نعم، قد يكون التحسن بين المملكة وإيران وانعكس بتبادل الأسرى على أكثر من مستوى، بس ولكن في قوى أخرى موجودة ولديها القدرة، خاصة أنه حتى الآن الأمريكي غير إيجابي باتجاه ترميم العلاقات العربية عربية العربية إيران، يعني ممكن أن يلعب دور سلبي في الساحات الرخوة أو الساحات اللي هو فيه عنده غلبة أستاذ سمير بالتوازن. الآن المناخات، الآن المناخات، مناخات إيجابية ومشجعة لصالح سليمان فرنجية، هذا ما تريد نعم قوله؟ الآن بدأ، وحتى يعني أكثر من هيك، ويعني بعض أيضا المطلعين بيجزموا يعني أنه الأمور أصبحت في مرحلة متقدمة.
مرحلة متقدمة لا يعني أنه الأمور انحسمت، خاصة اليقينيات بالسياسة اللبنانية غير مضمونة، وأنا ما بميل أبدا إلى حسم هكذا أمور يعني واليقينيات. كنا أحيانا نتحدث عن فراغ بمنصب أو موقع أو شيء يعني، بس برجع بسأل حضرتك مرحلة متقدمة الآن، المناخات متقدمة باتجاه سامي فرنجية، هيدا اللي بدك تقوله؟ نعم، حتى لو القطر روج روج لقائد الجيش جوزيف عون، القطري ما عنده قدرة يجيب رئيس، هو بيلعب دور مساعد، حتى الفرنسي ما عنده. بس ترويجه أتى من عدم؟ محاولة، وحتى هو الآن لم يعلن هيك بشكل جلي، بس فتح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بموضوع قائد الجيش. هذا الحكي من 3 أشهر 4 أشهر، من باللقاء يلي صار أخيرا لما أجى الموفد. هذا الحكي من 3 4 أشهر، ما نو جديد يعني، بس رجع نقله وكرسه بلقائه الأخير يلي خلينا نقول بقي بإطار الاستطلاع، بإطار الاستطلاع، ويعني في أكثر من طرف، بس القوى الفاعلة يعني حتى هو القطري عندما يتحرك لا يستطيع أن يتجاوز السعودي تحديدا بالرغم من كل التباينات. مشان هيك ربطوا يعني بينه وبين الموقف السعودي، مشان هيك أنا عم بقول الآن بدأت مرحلة أكثر وضوح، خاصة أنا شوف عندما اضطرب الإقليم، اصطدم الإقليم، تفجرت كل التناقضات بالساحة اللبنانية، وكل ما يعني قيل عن أهمية الطائف، الطائف هو نتاج توافقات إقليمية دولية. لذلك عندما اشتبك الإقليم دخلت المنطقة في مرحلة الاشتباك أو الفوضى، أو كان التداعيات السلبية على لبنان كانت كتير سيئة. من الطبيعي، هلا أنا ما بفضل ننتظر انعطافي سريعة وكاملة بالمنطقة، يفترض أن يكون، وستؤكد هذه الدول على فكرة بالعودة إلى الداخل إلى الحوار، لأنه أنت تحتاج إلى مناخات في الداخل لجمع القوى، تحتاج إلى ترميم هذه العلاقة، خاصة الانتخابات أنتجت حالة من الانقسامات والشرزمة يتعسر أي استحقاق قدامه. واضح. لذلك سيكون هناك عودة إلى الداخل شاء من شاء يعني. ما بس عم تقلي مرحلة أكثر وضوحا، شو يعني وضوحا؟ بوقت البعض يعتبر أنه المشهد متشرذم أكثر رئاسيا من أي لحظة مضيت. نعم، بالداخل اللبناني بالخارج وضحت الأمور يا أستاذ سامي. خلينا نحط الأمور، نحن نشوف المشهد بسياقه. حتى هلا انا شوي ويعني كنت عم اقول عم كرره، وهلا بدي ارجع عيده، عندما اصطدم الاقليم القوى اللبنانيه كانت جزء من الاصطفاف والتحقت بلعبه المحاور، يعني هذا واقع. عندما تبدا المنطقه مرحله جديده، وشو يعني مرحلة جديدة؟ يعني اعتراف بالواقع. يعني أنا كمان بسمع أحيانا بعد التحوليل هذا راح لعند هذا الطرف صاغرا لأنه محاصر، هذا انهزم. لا، تسويات عادة تتم بين المنتصرين بالأساس، التسويات، مع أنه فكرة كلمة التسوية أيضا ما كتير دقيقة. المنطقة الآن دخلت مرحلة من التبريد كمدخل إلى تنظيم الخلافات تتوج بالمصالحات. كل الآن الشغل على دول المنطقة بالرغم من أنه في جيوب نحن بنسميها هيدي بنهاية المراحل، مناطق الأطراف بتشتبك لأنه بصير في قوة لازم يعني تحسن، مثل عم يصير بالسودان، ممكن ترجع يصير شيء بوتيرة أعلى بليبيا على سبيل المثال. مناطق الأطراف، المنطقة دخلت إلى ترتيب أو إلى إعادة خلينا نسميه تموضع، من الطبيعي أن ينعكس على كل الدول. هل بيتأخر؟ نعم، لأنه في لبنان لا توجد يعني حتى في السابق الخلاف بين القوى حتى بين الخصوم كان في آليات مرنة، الآن لا يوجد، تحتاج إلى إعادة ترتيب الساحة الداخلية. بس ولكن إذا كل الإقليم يعني على سبيل المثال هون اللي بدي لك إياه، يعني ترتيب الساحة الداخلية مين بده يرتبها؟ مش الانعكاس الخارجي هو بيكون على الداخل عادة؟ أنا عم أقول نحن دخلنا مرحلة أكثر وضوحا لأنه عم يتم ترتيب المنطقة. هاللقاءات اللي عم نشوفها السعودي السوري الإيراني، يعني بتتبلور أكثر بقمة المملكة العربية السعودية ب19 أيار. أنا بعتقد بعد القمة في مرحلة جديدة لكل المنطقة، في مرحلة جديدة، يعني الحد الفاصل هو هذا الموعد، وهذا اللي هني ما عم يعرفوا يعبروا عنه، هو وصول القوى إلى الواقعية. في قوى حاولت تغير جغرافية المنطقة، تقسمها، جزأها،
في مشاريع سقطت في المنطقة، لذلك عادوا إلى الواقعية والوقائع، رجعوا اعترفوا بعضهم مجددا. حتى الدول الآن اللي عم تزور بعضها دفعت مليارات لإسقاط بعضها. طب أستاذ سمير بتسمح لي؟ من الطبيعي أن ينعكس الموضوع على داخل لبنان وعلى ترتيب الوضع الداخلي. هلا بدك تقول لي هيدي القوة، من كان محركا لهذه القوة بالاشتباك؟ ما هن عم يتصالحوا، يعني الآن في أطراف بتقول لك أنا ما بدي، ما هو بس الراعي يتخذ بس قرار. بنفس الوقت رئيس التسوية، يعني عم نحكي عن تسوية أو عم نحكي عن تبريد المنطقة، لما بدنا نحكي عن هذا الأمر بدنا نحكي عن شخص يمثل أو هو نتاج لهذه التسوية ولهذا التبريد، هو سليمان فرنجية. التسويات مع مين؟ التسويات اللي عم يصير بالمنطقة مع القوى اللي كرست حضورها في المنطقة حتى الآن. إذا بدي بس التسوية لا غالب ولا مغلوب، هذه هي التسوية، مش هيك هي التسوية بتكون؟ أنا هيدي المعادلة كمان ما كتير. طب كيف؟ يعني بآخرة المطاف حدا بده ياخد وحدا بده يعطي، أو بدنا يتقاسم، مش هيك بيصير بالمنطق العام للأمور؟ بالمنطق في طرف عنده 50 نائب، عنده 50 نائب، هذا بيعمل جهد ليأمن 15، مع هيك الآخرين قوة مشرزمة. الطرف اللي عنده 50 نائب عم تحكي عن حزب الله وأمل؟ ماني قدر كن يعني، لا ما هون كمان صار في فصل بهذا الموضوع، ما كتير لأنه في عندهم قوة، يعني حتى إذا اعتبر التيار الوطني الحر خارج هذا الاصطفاف بالأساس ما كانت ماني قدر. بس إذا عم تحسب النواب تبع التيار منه، أنا قلت 50، إذا بدي أحسبهم بصير بحكي أكثر من 50، بصير بحكي عندهم 50 لحالهم حزب الله وحركة أمل ومن يدور بفلكهم؟ اللي سنقطاء ايه 45 45 بس كمان بالآخر أي شخصية بده يخوض معركة انتخابية رئاسية أكيد عنده 3-4، أنا ما حأدخل فيهم لأنه هاي أسماء شوي فيها يعني أخذ وعطاء، بس أنا عم أقول أنت الآن لما بدك تعمل سمية تسوية، أنا حتى الآن ما كتير بميل لهالتسميات، يعني تبريد التسوية. خلينا نبرد الجو بلبنان. لا ايه اخر شيء في مصالحات، ترميم النظام العربي سيكون على الارجح، مع انه في الان مؤشرات سلبيه، يعني على سبيل المثال انه فجأت بموقف مصر ضد عوده سوريا، لانه اذا الامريكي حتى الان غير ايجابي باتجاه المنطقه هو قادر ان يعيد خلط الاوراق باخره، ما في يلغيه، لانه بقيه الدول مثل المملكه العربيه السعوديه رايحة على مشروع آخر، انكفاء عن لبنان ليس بالضرورة فقط موقف أو يعني اخذ موقف سياسي، لا، الآن محمد بن سلمان ذهب إلى تطوير المملكة لجعلها دولة منافسة في العالم. في رؤية 2030 يا أستاذ سمير، أكثر من 2030 ورؤية 2030 بتتطلب أن المملكة تكون راعية هذا المنطقة والريادة بهذه المنطقة. بالدرجة الأولى يحتاج إلى تصفير مشاكله بالدرجة الأولى، وهذا ما يقوم به محمد بن سلمان اليوم. فإذا من الطبيعي هيدي الدول اللي لعبت دور رئيسي في المنطقة وفي لبنان عندما تذهب إلى المصالحات وبدو يصير في نوع من المرونة، ما هو كمان بالمنطق أنت مع مين بدك تتعاطى؟ مع كتلة صلبة، مش بدك تروح تعمل تجميع هجين. بكل الحالات حتى الآن والوقائع والمؤشرات تعطي سليمان فرنجية يعني تجعله الأكثر حظا. ماذا بعد ما قام به ببكركي؟ هل هذا الأمر يعني استكمال الثنائي الشيعي لتمدرس خلف سليمان فرنجية؟ لأنه كان قيل أنه حزب الله خلفه، ليش هني الأكثر تمثيلا على مستوى الشعبي والنيابي؟ معلش على الصعيد الشيعي، شوف إذا الآن بدك تعمل مقارنة بين كل القوى السياسية كحاضنة وكبيئة وككتل، ما بيحق في كل دول العالم اللي عنده كتلة كبيرة عنده ناس بتصوت له، ما بيحق له يقدم مرشح على الآخرين أن يقدموا مرشح. هذا المنطق، هذا المنطق أيه يكون له بالحق يقدم مرشح يقدم برنامجه والآخرين، مش أنه لا ما بنقبل البرنامج على كل حال. ومعنى من الطبيعي أن تبدأ خطوات سليمان فرنجية من بكركي، هذا الطبيعي. تدحرج له علاقة بالسياق اللي الآن ماشي فيه المنطقة،
يعني على الآخرين، مش أنه أنا بكون سلبي برفضه بس ما عندي بديل. بس اللي بدي أقوله كان هون قطعت الطريق قدام كما قيل سابقا أي محاولات للبحث فعلا بتواصل عن بديل للسلمان الفرنجية، يعني استبق الجميع بهذه الخطوة اللي قام فيها ببكركي. إذا كان لديك مشروع في حدا في يقطع عنك الطريق، مفروض القوى الثانية يكون عندها مرشح. يعني قيل أنه حزب الله أعطى مهلة نهائية للسلمان الفرنجية، فأجا آخر شيء جواب من بكركي. هذا الحكي يعني لا انه بمعنى بالمنطق انه شو مهله ما مالي هذيك اليوم حدا عمل مقال انه هو انا عم بحكيك استاذ سمير عن معلومات دقيقه بهذا الموضوع، انه انعطى سليمان فرنجي او قيل لسليمان فرنجي امبارح في مهله اقصاها عيد الفطر لاعلان ترشيح او لا. انا امبارح اعلنوا، انا امبارح حدا كاتب شيء انه هو يعني لما طلع واعلن من بكركي احرجهم. يعني هذا الحكي يعني بسألك شيء بعلم السياسة، هلا منطق المنطق، إذا حدا عنده كتلة نيابية كبيرة حلفاء وعنده مشروع سياسي له بالحق وعنده تمثيل شعبي له بالحق أن يقدم رئيس يخيها بأمريكا في حزب، على القوى الأخرى أن تقدم، لأنه هذا الباب بالرغم من كل هذه المناخات والأوفر حظا مش مسكر عن شخص. قدموا القوى الاخرى انا ذاك ميشيل معوض وصاروا يضحكوا عليهم وشو هالمرشح التحدي، يعني سمعنا هذا الكلام. انت مقتنع بهالحكي؟ بشو بميشيل معوض؟ انا مقتنع بانه في مرشحين تقدموا من كل المستويات. طبعا يعني انه واحد بيروح لعند واحد بيقول له هات ثلاث اسماء نقي واحد، يفترض بالقوى التي تحمل مشروعا سياسيا انقاذيا ان يقدم مرشح يقول هذا برنامجي. مين اللي عنده مشروع انقاذ اول شيء؟ اي قوه عم تحكي عنها؟ اي حدا بده ينافس. ايه؟ مش هيك المنطق؟ ايه هو هيك المنطق، بس انا حكيت عم نحكي عن حزب الله وامل عنده مشروع انقاذ. عم يغدو على الثنائي انه هو متمسك بسليمان، القوى الثانيه او هو قطع الطريق، ليش انتم ما عندكم مرشح؟ طب يقطع طريق سليمان فرنجي يقدم مشروع، اين هو مشروع سليمان فرنجي؟ طالما عم تحكي عن الانقاذ حضرتك بهذه اللحظات، عند اعلانه يجب ان يقدم مشروع، ولكن ان كان هو او القوى الثانيه شو المشروع؟ بالدرجة الأولى الرئيس هو بترجم سياسات القوى السياسية في هيك يعني بلد، يعني بيقدم هو مشروع. إذا قدمت مشروع أنت الآن وكل القوى السياسية، وهذا صار مع فخامة الرئيس ميشيل عون، ما كان عنده مشروع عنده، بس هو ليس على ود مع القوى السياسية. أولا يجب أن يكون مدخل إلى التسوية أو إلى إعادة ترتيب الساحة على الأقل بدءا بالاستقرار السياسي، أول خطوة أنت ممكن تعملها. إذا كانت كل المنطقة الآن جاهبة، حتى على فكرة أنت مصدق هذا الحكي التسريبات اللي بتسمع هذا اشترط على هذا وهذا الضمانات يعني اللي قيل عنه؟ لا لا، أنا امبارح سمعت تقرير طويل عريض أنه جايبين له شروط لسوريا. هذا الحكي ليس صحيح، يعني هذا الحكي كان ممكن يكون بال 2011 مش الآن، بس أنه بإطار الأخذ والرد. أخذ الرد الآن يبحثون عن سبل للتلاقي وللمصالحات، هذا الواقع. واحد خط عليه حرب أنت 12 سنة أنت جاي تسلط عليه. طب أستاذ سمير، يعني ترجع أنا لداخل، ترجع لداخل اللبناني الآن. الداخل اللبناني الآن يحتاج إلى حوار بشكل أساسي، هون الأساس حتى يكون مدخل إلى جمع القوى السياسية. مش مختلفين، القوى المسيحية فافتح لك هذا الباب. يعني اليوم مبسوط الثنائي الشيعي عنده سلمان فرنجية ومرتاح لهذا الموضوع، بنفس الوقت أطراف أخرى عندهم مرشح آخر، بس الأمور ما بتمشي هيك. في القوى المسيحية والأطراف المسيحية بلبنان يلي لم يؤخذ برأيها جديا بهذا الموضوع، لا تريد سلمان فرنجية. لن يكون هناك رئيس يتجاوز القوى المسيحية، هذا ليس منطق. يعني اللي بدك تقولي أنه آخر شيء القوى المسيحية رح تقبل بسلمان فرنجية؟ يجب أن يكون هناك حوار، يجب أن نعود إلى طاولة حوار. مين شو عنوان طاولة الحوار أستاذ سمير؟ شوف كل التجربة اللبنانية. بس اسمح لي، شو عنوان طاولة الحوار؟ إما سلمان فرنجية أو لا أحد، هذا عنوان طاولة الحوار. الحوار بيصير بين الخصوم ولا بين الأصدقاء؟ بيصير بين الخصوم. اذهب إلى طاولة الحوار وقدم أنت هذه بضاعتنا، وروح قدم مشروعك. شوف كل تجربة الحرب الأهلية، كل التجربة يجب أن يكون اكتشف الجميع أن لا يستطيع طرف أن يلغي آخر. هيدي المعادلة يجب أن تكون من الثوابت، ما في حدا يتجاوز حدا. هذا البلد يحتاج إلى تعاون بين كل المكونات، بالأساس هو ائتلاف طوائف، يعني بلا ما نسميه نحن طبقة سياسية، وبالأساس هيك ما حدا، بس ولكن
قبل ما تصير في مناخات مناسبة مؤاتية يتعسر أي حوار في الداخل، مثل ما صار لما دعا رئيس نبيه بري إلى حوار. بس يجب أن يبدأ حوار جدي في الداخل عندما تتلاقى القوى على رؤية. بعتقد بيصير انتخاب الرئيس يعني تفصيل، بيصير تكملي، وليس أنه هذا الطرف مبسوط. كل القوى السياسية في لبنان أصيبت بأعطاب ومأزومة، ما في حدا مرتاح انه عنده مرشح. اذا جاء مرشح وقوى سياسية ضده شو بيعمل؟ طب بنفس الوقت ازداد الازمات. ما شفنا حركة للمرشح السامان فرنجي اليوم باتجاه الافرقاء الاخرين حتى هذه اللحظة. انا يعني بعتقد خطوته وكأنه تارك المعركة بيدين حزب الله وحركة امل. بعتقد انا الخطوة الاولى عملها من بكركة. من بكركة. بعد مش هيك عم بسألك عن استتباع هذه الخطوة، يعني الاساس هو الباب المقفل مسيحيا، هل سيكون له مبادرة بهذا الاتجاه؟ خيجر مش اسبوعين كنت معك سألتني، قلتلك انا بعتقد ما بدأت الخطوات الجدية. بس اليوم تغير، اليوم صار قاطع أسبوعين. لأنه التسارع اللي عم يصير بالمنطقة. وفي زيارة عبكركة كانت. التسارع اللي عم يصير بالمنطقة يا أخي، أغلب القوى في لبنان كانت جزء من الاشتباك في المنطقة. مع هيك كله التحق بمحاور. الآن وضع المنطقة عم يترتب، وعلى فكرة لو كان هناك وضع صحي في الداخل اللبناني، وضع في استقرار أو في تفاهمات بين القوى، كان هناك قدرة على مواكبة التحولات بطريقة أسرع. كنا عالجنا كتير من الملفات وما كان في داعي بعد نقول استعنا شهرين ثلاثة قد يكونوا حرجين بالنسبة للواقع. واقع صعب مؤلم. فبتقلي يعني في بتعتبر فيه بعد فترة حرجة بانتظار انتخاب الرئيس؟ الوضع الاقتصادي طبعا حرج، الوضع المعيشي حرج. هل نذهب إلى رئيس ما قبل نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان؟ قرأنا كمان الكثير والربط بين الملفين. لم يكن هناك من مفاجآت يعني كبرى. بعتقد بعد العيد في خطوات يفترض أن تكون سريعة، يفترض خلال الشهرين القادمين إذا ما صار في مفاجآت أن يكون هناك. على وقع التصعيد أو على وقع التهدئة؟ شوف كمان بدنا نتفق نحن على تعبير التصعيد. تصعيد شو يعني؟ بأي إطار؟ التصعيد السياسي، الحماوة السياسية الكبرى، ما بعرف، مظاهرات من هون ومن هونيك. يعني في أسوأ تحت لواء الوضع الاقتصادي المتردي اللي عم نعيشه اليوم. في أسوأ من الظروف المعيشية، هذا قمة التصعيد. جزء كبير من استمرار هذا الانهيار عدم توافق القوى على هذه المعالجات ولو المؤقتة. في أكثر من هيك؟ طب يعني تتوقع بهذه المرحلة شهرين فاصلين؟ أنا بعتقد كل المناخات، كل الظروف تؤهل لبنان أن يخرج من هذه الأزمة نتيجة ما يجري في المنطقة. إذا قلت بالعالم، العالم لا، باشتباك مستدام يعني. ولكن أنا هون بدي أطرح عليك المنطقة، وعلى فكرة بدي أطرح، اسمح لي مقاربة بهذا الموضوع. بس اسمح لي بهالكلمة. وعلى فكرة أهمية اللي عم يجري الآن في المنطقة، قد تكون المملكة بدأت بتنويع خياراتها إن حيدت نفسها قد ما بتقدر عن الاشتباك الدولي الآن العالمي اللي عم يصير. ووقعت الاتفاق يعني بالصين، يعني روحت نوعت خياراتها وحيدتها شوي للمنطقة، وبقيت القوى عم تلاقيها. هذا كتير بيخدم لبنان، خاصة احنا بعد الترسيم في كتير عنا خيارات. نحتاج فقط إلى توافق بين القوى السياسية أو ائتلاف الطوائف، وهذا التعبير الأصح. بنقدر نفوت على ورشة طويلة عريضة حوار في إمكانية. بلد صغير عنده قدرة على النمو السريع. إنما الاستمرار بانتظار انعطافي، وهذا مؤلم، بانتظار انعطافي واستمرار القوى بحالة التراشق والتهم السياسية والبلد عم ينهار، سنكون نحن أمام شهرين ثلاثة من الأزمات المعيشية الاقتصادية قد يعني تكون بشكل أسوأ. الله يبشرك. لأنه يعني اللي معه شوية مصاري بس تنفذت الناس. شوف الناس ما صحيح، يعني أحيانا بيعملوا أمثلة إنه راحت على المطاعم مليانة، راحت على الكذا، قالوا أخي شو هذا 2% 3%؟ شوف بقية الناس تحت خط الفقر، في يعني ظروف مأساوية. هذا يتطلب على الأقل من القوى السياسية أن تبحث، أن تنتج حلولا. يا أخي شو رهاناتكم سقطت؟
أغلب القوى التي كانت تراهن على استمرار الاشتباك في المنطقة وحولة الانقسام والاستثمار فشلت بهذا الحال. بس أنا هون اسمح لي، عم نشوف حالة بالمنطقة أفضل من ذي قبل، مناخات تواصل، تبريد الأجواء، بس ما بدنا ننسى وكنت عم تحكي عنه العامل الأمريكي. يعني العامل الأمريكي لا يمكن الاستهانة به، وتأثيره على الداخل اللبناني أيضا لا يمكن الاستهانة فيه. طب ما فينا نمشي بأي تسوية خارج العباءة الأمريكية شئنا أم أبينا. كمان بدي شوية تدقيق، أمريكا ليست قطر، هيدي أول شغلة. لا شك إذا ربحت بأوكرانيا بتقود هجوم مضاد على المنطقة، بتغير كل المشهد أكيد. يعني الآن هي نتيجة هذه المعركة الكبيرة على محاولات إسقاط هذه الأحادية القطبية مع تحالفات كبيرة. يعني أنت عم تحكي اليوم عن الصين، عم تحكي عن الهند، عم تحكي عن إيران، عم تحكي عن تركيا، دول كبيرة هذه كانت كلها تحت العباءة الأمريكية. بعتقد إذا استمر الاشتباك بأوكرانيا، هي صحة الاشتباك أوكرانيا بين روسيا والأطلسي أي مع أمريكا، القدرة على شن هجوم بالمعنى الكبير صعب. الآن كل ما يحاول أن يقوم به الأمريكي مزاحمة على النفوذ وليس استعادة نفوذه في المنطقة، هناك انحسار. لأنه إذا انتهى من هذا الاشتباك، الاشتباك الأكبر واللي هو هذا كان خليني سميه يعني جدار لحماية الصين، هذا الاشتباك المعركة الكبير مع الصين مش مع هون. لذلك الانشغال الأمريكي يعطي هذا الهامش. نعم هو غير راضي، هو يحاول ولكنه لن يكون معرقل رغم الرسائل يلي قيل أنه تم توجيهها على أكثر من مستوى، واللي بلشت بعرقل. مع العقوبات على الرحمة بعرقل بمعنى بفرمل الاندفاع. أنا بتذكر لما إجت الإمارات على سوريا وفتحت السفارة كان هناك رغبة سعودية فرمت. الآن الموقف المصري له علاقة بالموقف الأمريكي، الأمريكي ما بيقدر يخلي سوريا ترجع جامعة الدول العربية، هو عمل عليها حصار وعقوبات وكذا، هيدي الفرملة. ولكن تعتبر ستعود. نعم. علما هني ما منتبهين على شغلة، باتت أغلب دول المحور إذا بتسميها هيك، يعني إيران سوريا، أميل إلى العلاقات الثنائية وليست إلى العلاقات الجماعية على فكرة. لذلك ربما سوريا يعني ليست مستعجلة، لأنه هي بهمها الآن العلاقات الثنائية، الاستثمار، بدنا مصاري، بدنا أعمار، مش أنه عودة إلى جامعة مضطربة غير حسمة خياراتها، خاصة في ملفات لها علاقة بالتطبيع في كتير يعني شو اسمه ترميم النظام العربي ربما يحتاج إلى قمة مختلفة. لذلك أحسن شيء يعملوه هني هلأ هيدي القمة بأيار، يعملوها قمة فلسطين أحسن شيء يعني لا يقدر يجمع. بس ولكن أنا ليش أسميته أنه دخلت المنطقة إلى التبريد، ما دغري اعتبرتها تسوية كبرى، لأنه بعدها بحاجة للمزيد من الوقت. حتى الآن أغلب الاتفاقات يعني أغلب الآن التشبيك هو الاقتصادي عم يعملوا ترتيبات أمنية. يعني إذا بتشوف تطوير التنسيق الأمني السعودي الإيراني مثلا، السعودي السوري، الآن حتى الآن لم تطرح القضايا السياسية. مشان هيك أنا لما بيحكوا عن الشروط، خي أنت منين عم يعني عم تستنتج؟ عم تحكي على الصعيد السوري. إيه مش على سوري وحتى على الإيراني. إيه. أنا سمعت محلل مشي ثلاثة أيام. طب والشروط على وشروط على سليمان وشروط على سليمان الفرنجية؟ غير صحيح. غير صحيح إنه أن يكون هناك شروط أو ضمانات طلبت؟ لا، قد يكون هناك هو قال إنه أنا جاوبت. علما شخصية سليمان فرنجية هو شخصية واضحة، بس انه بعض البنود اللي قريتها غير صحيح. نعم يجب ان يكون لبنان اقرب الى العرب، الى جامعة الدول العربية. نعم وطبيعة سليمان هيك، شخصيته قال هذا الحكي انه نحن بيت عروبي. لذلك وقائع المنطقة، اعادة ترتيب المنطقة تشبهه. طب كيف بتقرأ هون تحذير المسيحيين من أن تأتي التسوية على حسابهم كما صار بالعام 1990؟ ونقطة تانية قوله أنه اليوم داعش اللي كان بيمثل أكثرية معينة أو كان بيمثل تطرف إسلامي معين خلصت، ليش المسيحيين عم بيروحوا على التطرف؟ هنا يجب أن يكون الحرص على أن لا تتكرر تجربة التسعين، يجب أن لا تتكرر،
لأنه في أجواء تريد تكرار تجربة التسعين؟ القوة ما بعتقد، القوة الآن اللي جزء من اللعبة الرئيسية، أنا ما كمان ما بقبل سميها أنه عم تدير اللعبة، هي أنضج من أن تذهب إلى هكذا. عم تحكي عن قوة إقليمية أو عم تحكي عن قوة داخلية؟ داخلية، بس الآن الإقليمية يعني أصبح مدجن بوقائع المنطقة أكثر، ما عاد عنده قدرة يغامر، شعور يعني بالأحباط ليس صحيحا، ويجب أن لا يسمح لهم بأن يفكروا بالغبن أو بالأحباط، ليس عند المسيحيين طبعا هذا الحكي منو مقبول أبدا، لأنه منكون عم نكرر تجربة نحن الآن في يعني تجربة سيئة من التسعين، أو يعني لا تستطيع الآن أن تخرج البلد من أزمته أو أن تذهب إلى الإنقاذ بدون وحدة حقيقية، وحدة جدية بين القوى الرئيسية يعني أو ما يعرف بكل علما أن المسيحيين يستشعرون اليوم الخطر بخصوصا بالموضوع الرئاسي، وأنه هم أقليات بهذه المنطقة طبيعية، بس وما في حدا عم يريحهم بهذه الهواجس. لا كمان يجب أن عدم المبالغة فيه، منين عم بيريحهم؟ لازم لا الثنائي بيريحون ولا طرف الاخر بيريحون، يعني كيف مثلا بيقولوا انتم موجودين بالممارسه وانه نحن بناخذ برايكم بهذه الممارسه. يا اخي لا لك شغلي، انتم يعني في اليات عمل صرتوا بتعرفوها، وهيدي كانت بفتره السنتين قبل الاتيان بري الرئيس ميشيل عون. ما في شيء كمان، انت الان ما فيك تروح انت لخيارات مجهوله او تغامر بشخصيات ما بتعرفها. يا اخي واقع المنطقه الان، شوف يمكن كان بالزمان، انا بحكي على غير ملف اكثر من ملف، تسمح لي نناقشهم بعد الفاصل، تعطيك وقت ونستفيد بالنقاش. فاصل ونعود الى حوار اليوم. نعود إلى حوار اليوم مع الأستاذ سمير الحسن. أستاذ سمير، كنا عم نحكي عن الأحباط المسيحي، بالموازات كمان في كلام كان عن أحباط سني، في فقط اليوم القوة الشيعية هي المرتاحة، بوقت نشعر بأنه البلاد تسير بمناخات سلبية غير إيجابية حتى هذه اللحظة. كيف بدنا نطمن هذه الأطراف ونقلها لهذه الأطراف أنه لا، على الصعيد السني تمثيل السني مضمون برئاسة الحكومة وبصلاحية رئيس حكومة، وعلى الصعيد المسيحي ما حدا رح يتخطى المسيحيين كما حصل بمراحل متعددة. أولا الحديث دائما عن الأحباط، إذا شفت المنطقة هي كلمة الأحباط المسيحي أخذت من عندما كان هنالك احتلال سوري للبنان و92 وما لحق تسعينيات القرن الماضي. القراءة كانت المقاطعة ب92 لم يكن موفق، يعني بس عبرت عن شيء ما موجود للمسيحيين، موقف سياسي يعني كموقف سياسي، خاصة من قوة كانت هي أساس في الحرب، إذا أخرجت هذا لا يعني بأن المسيحيين أصيبوا بإحباط على سبيل المثال، إنما قدر يشكل لهم. يعني اليوم تقول أنه السنة ما عندهم إحباط؟ أنا يخليني أستعمل التعبير الأصح، دخلت المنطقة بال 2011، وإذا بدك حقيقة، إذا بدك تحدث بس عند السنة، الغزو العراق، الغزو الأمريكي للعراق بال 2003 شكل مواجهة كبرى، والممارسات التي كانت من بعض الحكومات أدى إلى نوع من تطوير المواجهة. لا يعني إذا بدك أحباط، لا شوف المواجهات اللي عم يخدوها في العالم، قد يكونوا أصيبوا بالتهاب يعني. أنا عم بحكي بالداخل اللبناني، بعرف ما أصيبوا به من بعد ليس مغادرة سعد الحريري للحياة السياسية، منفصل. أنا عم بقول إذا بدك شوف المشهد، عم تأخذ حضرتك مسار، فيه مواجهة صارت، وكان هناك يعني خليني أقول سنوات مش أنه أشهر من المواجهة في المنطقة. لا شك لبنان كان أحد الساحات السياسية لهذا الطرف أو ذاك، يعني لم يكن بمعزل عما يجري. وقتها 2005 في الرئيس رفيق الحريري لا يلو كل الموازين. الآن الادعاء أنه هذا الطرف يعيش أحباطا أو ذاك، أنا استعملت من شوي تعبير هو الأصح، كل القوى السياسية في لبنان أصيبت بأعطاب، قد تكون القوى السياسية أصيبت بأحباط نتيجة خيارات التي كانت تحتاج إلى مراجعات سياسية، قد يكون هو السبب. إنما إذا ما نتحدث عن السنة، السنة أمي
يعني بالأساس يعني الشعارات التي طرحت طائفة، يعني أنت تتحدث عن أمة تشكل وعاء لكل الطوائف، كانت يعني هذا التعبير. بس أتحدث عن ما يعيشونه بلبنان، تصغير الدور من يوم اللي أطلقت هالشعارات لبنان أولا. بتعرف ليش شو مفروض يعني يكون الشعار؟ أنا بتحدث عن المسلمين السنة. بس شو مفروض يكون شعاره؟ شوف، إذا صار في فيضان، إذا صار في فيضان بمصر بيبكوا، إذا صار في انتصار بالجزائر بس هذا ما بيبقى لبنانيتهم أولا. لا لا، هذا شوف، هذا كان له علاقة هذا الشعار بالانكفاء عما يجري في المنطقة ليتحولوا إلى محور آخر. هذه إشكالية كبيرة. سنة أمي ليسوا طائفة يعني حتى يتأثروا ببعض السلوكيات أو بعض المواقف السياسية. طب هذه الأمة اليوم كيف تتفاعل مع ما يجري في لبنان، مع الواقع اللبناني؟ خليني لك شيء، في بالساحة اللبنانية حقيقة في إحباط لدى كل القوى السياسية، وأنا استعملت التعبير أنه كل القوى السياسية أصيبت بأعطاب. هذه القوى من مش من 2000 على الأقل من 19 عاجزة عن إنتاج حلول. تشعر أنه في هذه القوى أصيبت بأعطاب، بس في منا لا تعيش على هذه القاعدة يا أستاذ سمير. في منا منه حاسس أنه عايش أعطاب أو عنده أعطاب معينة، يستمر بشكل عادي وطبيعي وكأنه الممارسة ما تغيرت بولا أي شكل من الأشكال. يتحدث عن الأحباط قياسا لحصته مش لواقع يعني الطائفي، إذا هو استعمل هذا يعني التعبير. بس الحصة الشعبية 27 على 27 ليس صحيح، الكل مأزوم، لا يستطيع بالآخر هو أن يكون في فترة استقرار وإنتاج بدون شركائه في الوطن. هيدي المسألة أنا عم لك يجب يعني أن لا نغفل عنها ولا لحظة. لذلك هو المدخل الآن، وكان يفترض بعد الانتخابات النيابية أن يذهب الجميع إلى الحوار، لا بديل عن الحوار. إنما بعض القوى السياسية التي تروج لفكرة الأحباط هنا وهناك هي نتيجة تراجعات سياسية. عم تحكي على المسيحيين بالتحديد لأنه هم رفضوا هذا الحوار على طاولة نبيه بري. خليني أقول كمان ربما ما كان ناضج في تلك يعني الفترة، الآن يعني هي ظروف المنطقة بالقياس علي الآن تؤهل الجميع أن يبحث عن حلول، خاصة الحلول بدها تكون الحلول بدها تكون موضوعية أستاذ سمير، على طاولة على ما هي على طاولة محايدة. شوف لا تكون الحلول على طاولة متطرفة يقودها شخص عنده خليني أكون صريح معك آراء سياسية معينة وأتباع سياسي وخط سياسي. الشروط المتبادلة من اثنين سوا، إنه منروح من ناقش بس بلا هالاسم، يعني عم تشترط علي. يجب أن لا يكون هناك شروط. شو يعني حوار؟ إذا بدك تعمل أنت حوار جدي وفعال، يعني أو شو بدك تعمل مقاربة، كيف ممكن أنت تخرج البلاد من هذه الأزمة؟ أنت أمام أزمة، تعرف القوى السياسية تعيش حالة إنكار. امبارح الشيخ نعيم قاسم بيتحدث بيقول أنه لابد من أن نذهب إلى حوار، بس بيقول شيء لافت جدا كأنه عم ما بعرف إذا بيناسب عم بيسقطوا على حاله أو مش على حزب الله. لا بس شوف، مش عم بحكي عن بس عن الشيخ نعيم قاسم، بس عم بقول في شيء لافت قاله الشيخ نعيم، أنه في بهذا البرلمان قوى متمترسة حول اسم ما بدها غيره. طب ما أنتم منهم لهذه القوى، يعني تقولون عن القوى البقية بينطبق عليكم وعليهم، ما ينطبق على الجميع الموضوع. بينطبق لأنه هذا مورس سابقا بفترة الانتخاب. طب وبيدعي للحوار وبيدعي للحوار. طب ما أنا إذا بدي أروح حوار ومتمترس اللي كنت عم بتقوله، شو بيفيدني الموضوع؟ لا أنطلق أنا لا من يعني موقف الشيخ نعيم، أنا قراءتي الآن ما يجري في المنطقة من تمهيد للمصالحات وتفاهمات بين الدول يجب أن ينعكس إيجابا على الداخل اللبناني انطلاقا. أنا هيدي قصة أنه هالقوة بتنتج حلول لحالة ما بدي أعبر على حدا ولا مرة، وكررت أكثر من مرة قد يكون هذه المرة انتخاب الرئيس الأصعب لأنه سيعيد تركيب السلطة، ولكن رئيس بدون توافق مع القوى السياسية هل يستطيع أن يبني استقرار سياسي حقيقي؟ شوف الآن يغوصوا بالخطط الاقتصادية بالمعنى التقني، كل هذا يعني النقاش إذا لم يكن هناك استقرار سياسي هل تستطيع أن تخرج البلاد من الأزمة؟ بالتالي أي رئيس نريد؟ الرئيس هو يترجم سياسة القوى. أي رئيس اليوم نريد أستاذ سمير؟ شو هو شكل الرئيس؟
يعني رئيسي بيحكينا انه هو ما عنده مشكله مع الاصلاح ومع الاي ام اف، بنفس الوقت بالممارسه كان في علامات استفهام. تمام، نقول يجب ان تنتج اي رئيس، يجب ان تنتج القوى السياسيه عبر الحوار رؤيه مختلفه عما كان في السابق. جديا هذا يعني انا اميل، انا بالنسبه لي مع ترشيح سليمان فرنجية اذا بدنا نحكي عن رؤيه جديده. يا اخي سليمان هو بالاخر بدون قوى سياسيه في يحكم، مشان هيك عم لك روح على حوار. هو الان اي رئيس في لبنان بتعرف نحن صار في تعابير بالسنوات الماضيه اكتشفناها للكتله الكبيره لك، يعني لانه بصير بمواجهه الكتله. انا مشان هيك عم اكد قراءتي، انا طالما المنطقه ذاهبه يا اخي هات لنا الى يعني مصطلح يعني اسا اوسع الى اعاده تشكل جديد. نحن وين؟ نحن وين؟ المنطقه رايحه الى يعني شيء مختلف عما كان في الماضي من تفاهمات ومصالحات ويا اخي هالمنطقه لحالها بتعمل دوره اقتصاد. نحن وين محلنا؟ هل نستطيع نحن الان بالمخاطبه اونلاين مع الدول ننتج حلول؟ لا. لو كان هناك وضع صحي في لبنان لكان استطاع مواكبة الانعطاف التي تحدث الآن. في انعطاف عن جد مش عن مزاح. طيب اليوم شوف, شوف الآن الحماس، شوف واضح يعني هون بما أنك عم تحكي عن هالانعطافية اللي كنا عم نحكي عنها بالبداية، ما بعرف قرأت اليوم أنه في محاولات لجمع حزب الله والمملكة العربية السعودية؟ قريت هيك شيء. في شيء منه هذا الكلام؟ ما عندي معلومات أنا، بس ولكن إذا كان يعني تطور الخلاف نتيجة الحرب في اليمن، اليمن هو من أنتج الاتفاق الإيراني السعودي، فإذا كان هذا الموضوع عم ينحل كانت العلاقة قبل في حوار وفي تواصل تعود الأمور بشكل طبيعي. يعني هذا اللي عمل هالمقال عم يجتهد. ملفات المنطقة عقدت المشهد في الداخل، لذلك أنا بدأت بالحوار معك من أول الحلقة. عندما اصطدم الأقليم تفجرت التناقضات في الداخل، وجزء كبير من هذه القوى يعتاش على الرهانات الخارجية. هالرهانات يا أخي أنت بالداخل ما بدك تعمل حالة انقسام حدي واشتباك سياسي مع الآخرين، تحتاج إلى دعم خارجي. هذا الدعم لم يعد متوفر. بفهم منك إذا صار في تواصل سعودي مع حزب الله سيكون عنوانه الواسع هو اليمن أكثر من ما هو العنوان الداخلي اللبناني. المشكلة الآن الأساسية عند المملكة هي اليمن. اليمن قبل ما يخلص ملف اليمن هن ليسوا سلة كاملة. يعني بتنفي بتعتبر انه هذا الموضوع مبالغ فيه، انه محاولات التواصل بين حزب الله والمملكة العربية السعودية كثير عليه. بس الحزب اخر خطاب لو سمح بارك هذا الاتفاق، بارك وشجع ودعا الى يعني مزيد من ورجعنا شفنا تهدئة الإعلامية بإعلام حزب الله والإعلام الآخر، في تهدئة واضحة على كل المستويات. ساحة الاشتباك في اليمن طورت الخلاف في الداخل اللبناني، إذا انتهى هذا الملف تصبح الملفات الثانية تفصيل. هيدي بعض القوة ما عم تفهمها، بصير تفصيل. طب نقطة، تتوقع لأنه تستفيد من الوقت، تتوقع أن يعود الموفد القطري إلى لبنان بالأيام المقبلة من أجل متابعة المسعى يلي كان قد انطلق فيه سابقا؟ هيدا أول نقطة. نقطة تانية، القمة الخماسية أو اللقاء الخماسي يلي كمان تم الحديث عنه، ساعة يقال أنه سينعقد في مصر، ساعة يقال أنه لا السعودية تريد أن ينعقد لديها، هل من معلومات حوله؟ ما في معلومات، بس منطقيا يجب أن يؤجل كل هكذا حراك إلى ما بعد القمة. إذا كان هناك نجاحات في القمة سيكون انعكاسها إيجابي سريع، علما أنه قيل أنه ما بعد عيد الفطر السعيد سيكون هنالك حراك بهذا المستوى سواء قطري أو سواء عربي خماسي أو أقليمي دولي. القطري أكثر من بإطار الاستطلاع ما في إمكانية، يعني هو ليس لديه الإمكانية للإتيان برئيس، لكن علاقته جيدة مع الجميع، ولكن من هون يستطلع، ولكن هو عامل إيجابي مساعد وما بعتقد هو بعيد عن السعودي، يعني على الأقل يتشاور هو بهذا الملف. بكل الحالات أنا بعتقد بعد العيد ربما نشهد يعني نشاطا وحيوية أسرع، يعني خاصة أنه يعني معلش عم برجع أنا لواقع المنطقة، واقع المنطقة بدأ مرتاح. قد يكون الآن المشكلة بالسودان شوي يعني سيدفع الدول إلى مزيد من الانشغال، مثلا مصر
مصر الآن مسألة السودان تشغلها باعتبار أنها على حدودها أيضا صداع يعني جدي، يعني ربما بيشغله، ربما هذا الاشتباك بيدفع بالأمريكي ليستثمر بمزيد من إعادة تطوير الخلافات بين الدول، ممكن يعني كلها احتمالات. على الساحة الداخلية اللبنانية أيضا شدنا بالأيام أو الساعات الماضية انعقاد لجلسة التمديد للمجالس البلدية على وقع السجال يلي كان قائم حول هذا الموضوع، حتى أنه رئيس نبيه بري قال له للرئيس مقاتب الجلسة أنت عملت لي جبت لي لغم على هذه الجلسة. أولا كان كل القوى السياسية تعتقد بأنه في تحمل المسؤولية لا نجيب ميقاتي، طبعا هني هيك كانوا مفكرين يعني في استسهال. يعني اولا اذا سالت القاصي والديني اذا الثنائي والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي ما بدهم انتخابات، في حدا يعمل انتخابات؟ بلا هيدي يعني شو اسمه. انا بعتقد حتى الان ليش انا بقول لك بيعيشوا حول من الانكار، لم يمتلكوا الجرأة ليخاطبوا جمهورهم. يعني واضح كل القوى السياسية بس إذا نجيب مئاتي بده الانتخابات وقدر يأمن حقوق السحب الاسدئار اللي حكى عنها القوات اللبنانية على سبيل المثال ما كان فيه يأمن هذه الانتخابات وحدي وحدي بيتأمنوا المصريات ياخذوا قرار أهين شيء إنه يتأمنوا المصريات وأنا بحكي كلام مسؤول عنه بس قرار شو اللي بدأ قرار من مجلس النواب يتأمنوا المصريات أستاذ سمير؟ طبعا كيف؟ ما عم بيستعمل الاسدئار على طالع ونازل نجيب مئاتي. أنا عم بسألك هل القوى السياسية إذا بدها تعمل انتخابات في حدا أجلها؟ هذه القوى الرئيسية اليوم اللي هي بالبلد، وفوق كل هذا يعني سجل عني الانتخابات ستكون بعد أقل من 4 شهور، لأنه حتى الآن هذه القوى السياسية التي عفوا هيدا معلومة رأي شخصي بس صار بدها الخبرية رئيس جديد تنعمل هذه الانتخابات تكوين جديد. خليني أقول لك شغلي، هلأ تستكمل الإجراءات اللي عم يعملها وزير الداخلية مع المحافظين وشوفوا اللوجستيان، لأنه هذه القوى السياسية هون كان جاهز لوجستيان وزير الداخلية. نعم كمان نعم. هذا سؤال هو برع على قادر يأمن كان إخراجات الأيد قادر يأمن كل المتطلبات ياخذ قرار قوى سياسية ما بده على بكرة بيعمل لك انتخابات. أنا عم بحكي كلام عم بكره بعمل لك انتخابات، هني ما بدهم بس هني لا يمتلكون الجرأة يعني بيطلعوا انه بس بدهم بيعترفوا بالحكومة بس بدهم بيطعنوا بالحكومة. كل اللي بيشوف يعني المروحة اللي عاشيتها الاشهر الماضية بيعرف انه هالقوى السياسية ما بدها انتخابات بس ما بيصارحوا جمهورهم. تعودوا وانت بتعرف حالة الانقسام الان بالبلد وحالة الاعلام وكذا، في استسهال انه كل واحد يتهم الاخر مع انه ما بدا شيء. يمكن الان فيك تيجي تقول لهم يا اخي الاولى الان ان نذهب الى ترتيب انتخاب رئيس جمهوريه، فينا ناجل ما بدا كلها شو اسمه، بس لانه بيهربوا من هذه المواجهه بيحطوا على شو اسمه. بس اخر شيء راحوا على مجلس النيابه وصار في هذا التاجيل. شوف لا عنده بلديات ولا عنده بالاساس هو شفروني معه، بالعكس إنجاز هذا الاستحقاق يسجل له. بس البعض بيعتبر الرئيس نجيب ميقاتي صار بين مزدوجين وعفوا على التعبير يعني يأتمر بالرئيس نبيه بري أو يلي جابوه الثنائي الشيعي جابوه تيقولوا له عمول وما تعمل التعاون السابقي هالمؤسستين ما بيتعاونوا مع بعض في ظل الشغور الرئاسي الآن لا يوجد رئيس للبلاد. لا بس الساعة ما بيتعاون معه تغيير الساعة شاهد كيف بتتخذ القرارات بين نبيه بري ونجيب ميقاتي. موضوع الساعة لو بقت بإطاره طيب ليكو الشهر خلص الشهر انا بتعرف انا مش عم بحكي عن موضوع الساعة عم بحكي عن هذا الموضوع شاهد كيف تأخذ القرارات. انا عم اقول لك هذا التعاون لانه في قوى سياسية لا تريد له ان يكون تحكي بتعتبره تعاون او ائتمار شو الحكي هذا؟ انا عم بقول وجهة نظر موجودة استاذ سمير. البعض يعتبر ان نجيب ميقاتي يعتمر بنبيه بري. نجيب ميقاتي رجل دولة وتعاون مع الجميع مش بس مع الرئيس بري، وبالعكس الآن ضرورة أن يتعاون مع الرئيس بري. ما عتب على الرئيس بري من بعد موضوع الساعة واعتبر أنه وضع له فخ يا أستاذ سمير. جورج تعاون مع فخامة الرئيس ولا لا؟ رئيس نجيب ميقاتي لا يذهب يعني إلى الاشتباك السياسي أو شو اسمه، يذهب إلى التعاون أكثر شخصيته. يعني هل المطلوب يعني أيضا أن تكون هناك حولة خلافات ويعني تنافر حتى بين باقي سهل مؤسستين؟ يعني هذا التعاون واحدة كاملة والتانية معطوبة تنوضح بغض النظر بس هذا التعاون على الأقل هو جزء من الحفاظ على انتظام المؤسسات.
يعني حتى التعاون صار يعني كمان بده حفل الدفاع. لا نحن عم نحكي عن اسلوب التعاون. لا شو يعني حدا بخيط وتاني بفصل. لا معلش معلش، انا بعتقد شخصيه الرئيس نجيب بيوتي تعاون مع الجميع، يعني استمر بالتعاون كل ما له علاقة بالحفاظ على المؤسسات. ونحن بلشناها وين؟ نحن بالانتخابات. أنا عم بسألك، أنت مقتنع أنه هن بدهم يعملوا انتخابات؟ إذا هالقوى الرئيسية بدها تعمل انتخابات، في حدا يأجل؟ غير جاهزة. أنا بقول لك يمكن القوات الحزب الوحيد اللي إيه بده انتخابات. ليه؟ لأنه في مصلحة بهذا الموضوع. هو شايف حوله أنه بيربح، بقية القوى ما جاهزة. هل منه هذا استحقاق يعني عائلي، منه استحقاق سياسي؟ بغض النظر، لا يستشف منه. أنا كنت بتمنى أنه يكون عندهم يا أخي بده يأجل، إيه بيعمل مطالعة مخبخي بيصارح الناس، مش انه يعني في استسهال الان نيله من الدولة، نيله من كل شخصيات بغض النظر. بس كان واضح شو كان بيصير بموضوع الانتخابات، انه هن بلشوا بآليات الداخلية لهذا الموضوع. كويس يعني ما كمان، بس جديا كلهم كانوا برهنين على التأجيل. لذلك انا بعتقد الان هو عم يعمل ضمن الفترة اللي انعطيت انه اذا في ينجزوا قبل بيتأمل مصاري، هن بيعرفوا انه بيتأمل مصاري. طيب حتى لما حتى حفلة المزايدة هو ما من المصاري، الحقوق السحب الاسدئار والتمويل الخارجي ما من يا اخي. بتعرف جورج المعادلة الرئيسية كلما اطال الفراغ بقت يعني اصبحت الحاجة الى اتخاذ القرارات اصعب. انت الان يعني خذ موضوع الزيادات، يا اخي انت ما فيك تعمل خطة يعني طويلة الامد. أول شغلة أنت بحاجة إلى إنجاز الاستحقاق الرئيسي على الأقل، إذا عملت استقرار سياسي حتى فرضا. أنا الآن إذا بدي أقول زيادة على الرواتب 4 أضعاف، لشو في سقف للدولار؟ بدك استقرار سياسي طبعا. ما هي زيادة رح تكون من بعد اللي خدها بالدولار الجمركي ساعة وبعد المشهد. لذلك السبيل الوحيد الآن أن تسحب القوى السياسية إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلى حوار، إلى حوار جدي ويصير انتخاب يعطي تركيب السلطة. يجب أن نواكب ما يجري الآن من تحولات في المنطقة، وهذا سيكون لصالح لبنان. أنا بدي أشكرك أستاذ سمير على هذا الحضور للـ OTV. سمير حسن الكاتب السياسي، بدي أشكر المشاهدين على المتابعة، وأتمنى مسبقاً عيد فطر سعيد للجميع، وإن شاء الله بظروف أفضل العام المقبل. إلى اللقاء.